بالكلام على اللي اوله شرط اخره نور، عايزين برضو نشير لحاجه، مش كل حاجه موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي هي تصدق ونقول وراها امين. في حاجات، في حاجه اسمها اكيد حضراتكم عارفين، في حاجه اسمها مونتاج، وبيتلعب في الصور وبيتلعب في الصوت وبيتلعب في الفيديو، ولمصلحه الترند ولمصلحه المشاهده ولمصلحه الترافيك. لازم يبقى عندنا وعي اكتر من كده، ونبقى فاهمين وبنشوف ايه، وخصوصا ان احنا بنتكلم عن حياه ناس ثانيه وعن بعض الاحيان اعراض ناس ثانيه. فيديو انتشر وكان ترند من امبارح، واتقسم الناس فريقين. معرفش احنا ليه بقت عاداتنا دي كده، وكل واحد متمترس خلف رايه بشكل عنيف. عروسه كانت بتوجه رساله لعريسها، اللي شاف الفيديو من اوله لاخره هيعرف ان البنت لا كانت بتتشرط ولا بتتمارس عليه ولا بتحرجه وسط الناس زي ما اتكتبوا فيه، وبعض عناوين مواقع خرجت تقول ان هي بتطلب بتشرط عليه قدام اهله وبتحرجه. العروسة الجميلة بدأت الفيديو، بدأت الكلام وبتوجه كلامها لعريسها، وهي بتقول له ان انت اكبر انتصار في حياتي، اكتر قرار صائب انا خدته في حياتي، انت السند والظهر، وعارفة انك حنين ومحترم، وانا ليا عندك طلب. يعني بعد ما قالت كل الكلام الحلو دي بتطلب منه طلب بشهادة اهلها واهله. هي بتوصيه بامها، هي وحيدة والدتها، وهي بتقول له أنا هشيل أهلك في عينيا، وبطلب منك إنك تشيل أهلي في عينيك. وأهلي، مع احترامي لأهلي، أنا بعيد كلامها نصا، هم أمي ثم أمي ثم أمي، وبتوصيه بأمها. هو دي بديهيات يا أستاذة، إن الواحد لما عيلتين بيدخلوا في بعض بيبقى أهله أهلي وأهلي أهله، لكن غريبة إن احنا بنضطر نأكد على البديهيات في الزمن ده. فالبنت لا تشرطت ولا قالت حاجة. خلينا طيب نشوف الفيديو، نشوف الفيديو كامل الأول. ونرجع نتكلم. اسمع يا ابني، اسمع يا ابني، عايزه تقول كلمتين يا بس. انا واثقه في ربنا وفيك انك هتكون خير الزوج والسند والصاحب. ما ندمتش يوم ان انا اخترتك، بل بالعكس كنت انت اعظم واحسن انتصاراتي واختياراتي في حياتي. هطلب منك طلب، انا زي ما هشيل اهلك في عيني تشيل اهلي في عينك، والصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل اهلي، امي ثم امي ثم امي، وبيضحكوا. ما في، الولد بيضحك كمان والناس كلها. انتوا بقى اللي علقوا دول بتعلقوا على ايه؟ نمره واحد، عايزه اقول لكم انتوا مالكم بنت. لا يعني لا معلش، يعني البنت قالت رايها وطلبت مطالبها، والزوج بيبتسم، وواضح ان هم اتكلموا في الموضوع ده قبل كده. مشكلتكم ايه؟ دي بداية. لا، عايز أقوله تاني، حاجة تانية، هي البنت طلبت هات لي عربية، شقة، تلات أوض، مش أوضتين، ما طلبتش حاجة مش من حقها. دي عايزة سكينة ورحمة ومودة وبر بأمها، وبر بأمها وبر بأمه. بتقول له زي ما أنا هعامل أهلك عامل أهلي. يعني ده اسمه ايه؟ ان انا اتنمر بهذه البنت العروسه الجميله اللي بدات حياتها بصراحه تامه، ما طلبتش حاجه مش من حقها. انا بشكل عام انا عايزه اقول لكم انه كتير جدا جدا هتقولوا لي ده بنقول احنا المجتمع المتحضر، بنقول المجتمع في الدول الغربيه، انه كتير جدا 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 وخصوصا في الاسر المستريحه الثرية بيبقى فيه في عقد الزواج ملحق. هذا الملحق، وده على فكرة مش بس في أمريكا، طب هنروح لبلد زي الهند، ده كمان موجود فيها. بتطلب البنت وبيحدد الولد كمان، مش بس البنت، يعني العريس والعروس بيحددوا زي ما يكون في ميثاق شرف لحياتهم المستقبلية. مش هنقول مش احنا عقدة الخواجة، يعني هنتشبه بالخواجات، والكلام ده عندنا ما يصحش، ودي قلة ذوق، وده تطاول، وزي ما اتقال عليهم وحاجات مستفزة زي ما كتب عليهم في السوشيال ميديا. في الإسلام بتشترط الزوجة، مش ده من ضمن الحاجات اللي في الإسلام، إنها أحيانا الزوجة بتشترط إن يكون حق الطلاق اسمها إيه؟ العصمة. العصمة تبقى في إيدها. أكتر من كده يعني
بتشترط ده. وبالتالي وبعدين في حاجه احنا عندنا اسمها القايمه، يعني احنا بنفوض الماديات لكن الحاجات اللي بتخلي الزواج ده محبه ورحمه وسكينه. اتهجم على البنت دي ازاي؟ يعني مين اللي بيجي له قلبه ان هو يتنمر بيها؟ وممكن لو الزوج ما عندوش شخصيه كفايه ومش واثق في البنت الجميله دي اللي قعدت تشكر فيه مطلعاه السما السبعه، ما عندوش قوه الشخصيه الكفايه، ده هيطلقها. ده يعني يقول لك يتأثر بالكلام اللي مكتوب. سيبوا الناس في حالها. وبعدين يا ريت يا ريت يا ريت اسلاميا ده موجود، ومن ايام الرسول ده موجود. بلاش احنا ما نتكلمش على الخواجات اللي هم يعني بيعملوا الموضوع ده. هو ايه المشكله؟ ايه من المشكله يعني؟ لا احنا عندنا مثل شعبي بيقول ايه، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. فيعني انا شايفه انه الناس معرفش بتسخن بسرعه، وموضوع الترند وان كل واحد عايز يكتب رايه وكل واحد عايز يبقى بيدلي بدلوه، يعني بالراحه شويه، بالراحه. البنت جميله والولد جميل، ربنا يتم فرحتهم ويخللها امها ويهديهم. ويعني الموضوع مش محتاج كل الارهاب ده فعلا على راي الاستاذ. ارهاب فكري صحيح. ده ارهاب، احنا بنرهب الناس، بنخلي عايزين على طول واخدين خطوه لورا بدل ما ناخد خطوه لقدام ونقول والله فكره كويسه ونطرحها على اساتذتنا اللي بيفهموا، يعني حتى في 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 موارثنا الاسلاميه. ما نشوف. انا هخلص الحلقه دي وان شاء الله يكون الشيخ خالد او الشيخ رمضان داخلين الاستوديو وهسالهم هل ده كان موجود في الاسلام ولا لا؟ في الاوائل في المسلمين. ست طلبت يعني طلبت خلي بالك من امي زي ما ناخد بالك من امي، عامل اهلي زي ما انا عامل اهلي. مش قالت له بقى، مش بتقول له، مش بتقول له بقى انت، بقول لك ايه انت هتعامل اهلي مش عارف ايه، وهي بقى تبقى مفتريه على دي. بتقول له زي ده زي ده. نبقى اسره، يعني نكبر المجتمع بتاعنا ونبقى اسره متحابه، يعني رفقاً الناس رفقاً رفقاً بالقوارير زي ما بيقولوا، ورفقاً وبنفسكوا والله. لأنه يعني أنت يعني البنت دي اتعرضت لموجة من الانتقادات ممكن تقضي على حياتها الزوجية في المستقبل، وممكن تحسسها إنها عملت غلطة لا تغتفر. لو أنت اتحطيت في الموقف ده، هو يعني كل واحد لازم قبل ما يمسك بتاع دي هي ويكتب الكيبورد الكيبورد ويكتب ويستفزها ويقول لها انت ايه وانا مش مئز، واللي يقول لها انت استفزازيه، واللي يقول له ده لما بدات كده امال هتعمل فيك بعد كده ايه؟ تعمل ايه؟ تقول له موده ورحمه، يبقى كويس مع اهلي، ايه هتعمل ايه اكتر من كده يعني؟ عيب اللي بيحصل ده. نحترم نفسنا شويه ونحترم الاخرين. ولو انا اتحطيت في الموقف ده ما احبش ان حد يكتب لي اللي انتوا كتبتوه. ان كتير من الناس اللي كتبوا، في طبعا في ناس عاقله وقالت والله فكره كويسه وايه يعني، والبنت كانت لطيفه والزوج او الخطيب كان لطيف وبيبتسم وما فيش مشكله. سيبوا الناس في حالها، ما تتدخلوش في اللي مالكوش فيه. سيبوا الناس في حالها، ده يمكن ده يعني لو حاول ان هو يضايق حد من اهلها هتقول له انت فاكر بس، فيرجع في كلامه فيبقى حلو. حاجه حلوه طالبينها في جوازنا نقول له نهاجمها؟ ايه الناس دي؟ هو الفيديو تم اجتزاؤه، يعني شفته على اكتر من موقع، كل مره واخدين جزء من كلامها او مثبتين الصوره هي بتعمل كده، هي بتشاور بتقول امي، فعاملينها انه هي رافعه يعني صباعها في وشه اكنها بتهدده او بتشترط عليه. واحنا خلاص عرفنا وفهمنا كل العاب السوشيال ميديا دي، ف يعني بس نتريث شويه. وكان في زمان كانوا بيقولوا ايه، ناقل الكفر ليس بكافر. في اليومين دول بتوع السوشيال ميديا ناقل الكفر قد يعني يصيبوا شيء من هذا الكفر، لانه بينقل حاجه لا هو متاكد منها ولا هي كامله ولا عارف ايه مصدرها، يعني بيدخل حياه الناس الخاصه ويجرح فيهم. وعلى فكره اللي كتبوا عنها كلام وحش مش هيروحوا بيتها يطبطبوا عليها ولا هيخففوا عنها، خلاص دي رصاصه وخرجت. فيعني بس احنا بنقول لنفسنا وبنقول للناس كلها ان بالراحه شويه دلوقتي، ان الواحد يمسك عليه لسانه دي بقت جهاد وبقت صعبه.
بس مهما كانت الاغراءات ان الواحد يكتب رايه ويبقى يا سلام جايله 500 لايك ومعرفش كام ريتويت، لا ساعات يعني كف الاذى ده ممكن يكون ثوابه ومردوده نفسيا على الواحد اكبر بكتير من ان هو يعمل يكتب كلام مش متاكد منه، كلام جارح. طب